يعيوكم كيف نحن مبانكين. انتم تشوفوا الحين بدكم على جبتكم تنبيه. الحين بتروح طبعا يسام. كندي كان في شغل الوين مثل ما بس بيجيب الواحد بيجيب القاعة. أول شغل بيجينا مثال عمك هشام ممكن عنده محل كفوي ويعمل كان زيت دعاية. نحن نجي من خلف الكمبيوتر طبعا في كثير برامج الكمبيوتر هذه. طيب بابا اذا بدنا نسيب وين بدنا نسيب جهز بدنا نسيب الدعايات هذه مجال كثير كبير وفي كثير شغلات في مثلا في طواقي في شمس الدين الطاوي في 30 احنا بعد شهرين كمان بنحاول نسوي شغله كثير مهمه كثير كثير بتساعد في تسويق اي شيء بدك تبيعيه موجود عندك فريق بيعي بتقدر تسويه وتعمل دعايه واجهوا واحد واحد عند احمد مكان التراكم كنزي مطبوع عليه اليوم هذا تعاطر على اليوم هذا وجه زيت خلاص يكون على مكان الصالح طبعا كويس حدا عنده طبعا حدا عنده شفت الاتحاد شفت الاتحاد هاي الي في عنده عيون عيونها بغمضوا؟ لا عنده رموش؟ لا عنده جفن؟ لا ايش عنده؟ الحي عيونها بضلوا مفتحين كاول شهر خد عليها موضح كثير شغلي ثاني عنده خشم؟ عنده انف الحي؟ عنده طيب اذا هي عندها خشم اذا هي عندها انف لكن شو ليش عندها انف؟ اذا هي بتشم بالزيت حلو للتنفس عنده انف للتنفس والزيت بتاخذ فيه الريحه بعد شغله الحي عنده دنين؟ لا في عنده دنين؟ ايه لا طلع لا 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 سمعتنا ازاي ولا مش سمعتنا؟ سمعتنا ولا مش سمعتنا؟ هالشوي إذا في سكينة صعب جدا إنه نشتغل مضبوط إن إحنا نلقى صعوبة مثل البطيخة تخير وإذا البطيخة هذه في سكينة إذا في سكينة كيف ممكن بدنا نكلها يعني بسيط جدا بدنا نمسكها نضربها بالأرض صح لكن كيف بنصير ناكل الدين فقط هذه بدها تلعب بالألوان البطيخة عندنا مكون من ثلاث ألوان صح أخضر الأحمر لما أني بيجي فرق بقدر أتلعب بالألوان أعطي شكل الورد صح؟ أو هون كل حفر السمكي هذا الموس هو كيلو شفرة شفرة كثير خطيرة مش راح أفتحها لأنه تشرح ممكن تشرح عشان هيك إذا فتح على صالون ممنوع نمس إيدنا ولا مرة على أدوات خلاق الخلاق مع العمر بيتعود على المواد طب أنا يمكن بستعمل بسكر بسرعة بشتغل فيها ممنوع تجي تعمل مثل أكون لازم يسأل الإنسان ممنوع أي زبون يجي على عشان بمسكون نمسك الشفرة أو الخفرة لكل مواد وكل خطية تجرح كل بدء السكين دانا يلا قومي يلا ليش Thank you.
معناته الشكل اللي عندنا بدنا نعرف في وراه التعديل عشان هيك بيجي غالي المرحله الثانيه هيك بتعمل هيك ولد صغير او نسمي البيت اللي ساكن معنا اضربه بالسكينه مزبوط.